السلام عليكم الاخوان. فاحنا اليوم في فيديو من طلب ديال الاخوان عشاق اسماك الزينه، غنقربكم من الاثمنه ومن الانواع. ومرحبا بالجميع، كاين الاكسسوار غنعرفوا الاثمنه ديال كلشي. ومرحبا بالجميع. السلام عليكم، كيداير خويا محمد؟ كيداير بخير مزيان؟ وهذاك كاين الجديد اليوم ياك خويا محمد؟ غادي نتولعوا ونقربوا الاخوان الاثمنه كاملين. ومرحبا بالجميع، باش نبداو خويا محمد؟ نبداو بهذا هنا الاكواريوم. الله يبارك. يعني عندي الكول. الكول هو هذا على واحد المسطاش من وعندي هنا الكومات. الكومات كاين هنا جوج انواع اللي كاينين. عندي ثلاث انواع. ثلاثة انواع. عندي سارازا. هاي سارازا هي هذه اللي فيها الاورنج. هي الاثمار الصفار على حسب. خلاص طلب الماكله كيف. صافي شو بدك تحط ابتيز حيا. ما هادشي الدجاج ديال الشوكولاتة هنايا الأثمنة شحال؟ لا كاين ديال هاد الكول كدا شي 70 درهم. كول 70 هو هذا؟ وهاد الكول نوار كبير. هو اللي تحتها الكبير كدا شي 90 درهم. الكوميت؟ الكوميت بحالو بحال الكول. هادو الكوميت هاك؟ هو هذا. هنايا؟ هنايا 20 درهم. اللي بغاش حاجه الجمله 15 درهم. هادو الجمله اللي بغاش حاجه كثير 15 درهم. 15 درهم 15 درهم. هنايا انا عندي بوسون جون وهذا، وعندي كوميت، وعندي واحد البياسه باقا ديال تريب دوريو. اللي راس احمر. هذيك شحال كدير؟ نكون خذ لكم شوفها. هذه كاينه فيها بياسه وحده. بياسه وحده اللي فيها. هذه شحال؟ شحال الثمن؟ 20 درهم هذيك. وعندي ديب بين ديب رويال. وعندي واحد كيس ديال سكاليركو يعني. هي اللي فيها الليمونية. هادو ديب شحال؟ هذيك 10 درهم. 10 درهم. واحد الجوج باقي ولا هذيك حامله. هذا تبارك الله. هذا ناوي لك ولدي. هذا شحال الثمن؟ 10 درهم. 10 درهم. هذو اللي هنايا؟ عندنا الكوي وعندنا الكومات مويه 25 وكما قلنا هادو هنا 20 صغار اللي باقي الجمله 15 16 شوفوا هنا عندي هنا بواسون روج هادو هنا شحال واحد 15 درهم 15 درهم هنا هنا اللي باقي 80 درهم هذا الكوي مويه 80 درهم الكوي مويه عندي بيزاس بوان اللي باقي 50 واحد أصحاب لي غسال الشيء اللي جات اللي باغي يولد. هذه اللي هنايا اللي سرازة. سرازة. نشوفهم من هذا كيبانو مزيان. الشكل ديالها. هذيك السرازة اللي فيها الأورنج شحال؟ 50 درهم. عندهم الأكواريوم كبير. هادو ديب هادو هنا شحال البياسة؟ جوج بخمسطاش درهم. هادو مازال ما يخدموش؟ لا ديال الخدمة. ولات هما يخدمو. هادو هنا؟ هذا المول. المولد. هادو هنا الثمن؟ 10 درهم. 10 درهم كيبقاو الثمن. هنايا البلاستيك وهذا كل بلاستيك وهذا الديب 10 درهم اللي بغيت شي حاجه الثمن كيبقاو 10 درهم. هنايا كاين الكول هو كول كول ولا عندو ولا عندو الشعر واش هادي كول تعرفو بالمسطاش هادشي مكانش المسطاش هادي دي سرازة. سرازة بحال اللي شفنا قبيلة الأورنج كبيرة. هادو صغار شوية. طيب هنا الأثمنة. هنايا عندي الكول كبير 80 درهم. الصغير 40 درهم.
كاين واحد الروكان هذا اللي هنا. لي روكان. هذا شحال؟ 40 درهم الروكان. عندي الروكان البيض وعندي الروكان المخطط كاين. كاين اللي 40 وين؟ واش وين هذا؟ وين هذا؟ عندي الدولار. الدولار روكان يصير. وين الروكان؟ البيض. كاين البيض وكاين الكحل. اللي هو الكحل 40 درهم. البيض شحال؟ هذا اللي هنايا كاين هادو تما ديكور كي دارو. لا راسينا هادو ناتشورال. هادو ناتشورال كيفاش من الماء. كاين هادو تما دي زاكسيسوار. هادي اللي فيكم هم. يا بحال بحال كي طاو 50 درهم وحده. اللي بغيت شي حاجه معاه مشكل ديالو الديزاين واحد الشيل. شوفوا هادو هادي الثمن ديالها لي غاسين 50 درهم. 50 درهم هذيك اللي كتفتح الجاج ديال الاكواريوم. ايوه عندنا جوج طايات منه الكبيره والصغيره. كبيره هذه الصغيره 35 وكبيره 50 درهم. هذيك ديال الاكسجين عندي هاد لا عندي شي كاين اللي كتشد الاكسجين الموتور ديال الاكسجين. كاين هاد الكورة هادي. هنا الأثمنة عندي 50 درهم صغيرة. 5 هادي 20 درهم وكبيرة هادي 25 درهم. 25 كبيرة. هادي ديال الأكسجين. كيما قلنا محمد لي فريزونير ما كاينش مشكل جات حتى للدار. النمرة ديالك اخويا محمد 06 26 03 19 39. هاي النمرة ديال اخويا محمد. ذوب هنا الأنواع ديال لي فيلتر. هادي هنا لي فيلتر هذا فيلتر هو الشيشة السيراميك اللي بغيت فيه الميم. هذا بحال الشكل ديال الخدمة ديال المونوبلوك. الخدمة ديال لا ماشي ديال المونوبلوك اللي كدير فيه السيراميك. لا هذا اللي ما عندوش المونوبلوك. لا قلت لك هذا في بلاصتو زعما يخدم يعوض المونوبلوك. الشكل ديالو دوز على السيراميك في بودر سفري اللي توسخ ليه الماء وجمع الفيلتر الوسخ راه غيبان ليه هنا ولا كحل. الشعشعه ديال بودر سفري كيضرب 1000 1000 ونص ساعه اللي كيدور في والسيراميك الضوء ديالو هو كيصفي الماء كيخلي الماء الماء نقي. وهذا كيضرب 1750 ونص ساعه. هذا كبر من اللي عنده اكواريوم كبير بحال هذا الشكل هذا اللي هنا. بحال اللي عنده اكواريوم موين 80 سنتيم هذول فين طلع يخدم لي 2000 ونص كيضرب 1500 ونص ساعه. هذا بالنسبه للثمن ديالو كيدير شي 75 درهم. 75 والكبير ديالو. والكبير ديالو كيدير شي 90 درهم. 90 درهم وهذاك اللي فيه السيراميك. اللي فيه السيراميك حتى هو 80 درهم. اللي شفنا الاولى 80. وهذا موطور ديال الاكسجين دو سورجي
الموتور الاكسجين شو كيفاش على حسب الحجم تلاقوا راه عندك هذا اللي مدريسي عندك شي واحد اخر هذا ديال البومبا الموتور ديال البومبا ديال الاكسجين هو اللي على هذا الشكل بحال هكا كيعطي الاكسجين في الماء بحال هذا الشكل هذا كما شفنا الكورة الأولى اللي شفنا ديال 5 دراهم هذا محمد الأكسجين الموتور ديال الأكسجين اللي فيه الريكلاج اللي بغا يزيد اللي بغا يزيد الفوليوم ديال البرد ولا اللي بغا يهبط وفي حتى الصوت هذا راه ما كيتسمع سيلونسيو هذا شكون هذا يخدموا الأكوار كبير أكوار صغير يخدم حيت فيه الريكلاج اللي بغا فيه الريكلاج قلل ولا تكبر ديال أن صورت ولا ديال صوت اللي بغيتي يمشي هذا الثمن ديالو الثمن ديالو كيدير شي 80 درهم 80 درهم عندي نعاودوني بومبا هذا كاين البومبا هذه فيها المونوبلوك اللي عندي تجي جنب الصوره وكيبغي يصفي الماء هذه بومبا كتخولي الماء اكواريوم كبير فيها كاع لي حاجات فيها من 600 اترو 1000 اترو 2000 اترو 3000 اترو هذه هضرت 3000 حتى 4000 اترو كاين الكبر منها مازال هذه الثمن ديالها هذيك الثمن ديالها كدير شي 120 درهم وكاين عندها الشاربون السيراميك هذو اللي خدموا المونوبلوك باش يصفي الماء يبقى عندك ديال الماء كلير كتستعمل هادو زوج هادو زوج نص كيلو نص كيلو كيديروا شي 30 درهم الوحده واللي بغى اقل منه اللي فيها الشاربون وكاس السيراميك بحالها اللي كدير شي 15 درهم 15 درهم هذا اللي عنده مثلا اكواريوم صغير وعندي انصورشي عاوتاني اللي بغا يخدم يبرد انصورشي خرجه وحده هذا كيدير 25 درهم ما كيطيش الصوت هذا اللي عنده اكواريوم صغير من 30 سنتيم حتى 45 سنتيم ومن 45 سنتيم للور كيخدم ولا كيدير شي 35 درهم 35 درهم فلتر اوكسجين في السلو عندي شي هذا هو السيوزو يخدم لي طاي ديال الكوايم الصغار من 10 من 15 سنتيم حتى 35 سنتيم هذا كيدير 30 درهم 30 درهم كيضرب 50 كيضرب 300 درهم في الساعه الكوايم اللي كيدير 300 درهم في الساعه هاد كاين هاد الزاكواريوم هادو اللي هنايا هاد الزاكواريوم بالنسبة ليا دا 45 سنتيم هادا اللي بغا كيبقى ليه بشي 120 درهم خاو ولا خاو خاو العمارة اللي غيبغي هو اللي غيبغي هو ولا مزيان جاج مضوبل جاج ولا هذا مضوبل تريبل اللي ما شي حاجة وهذا اللي تحت منه اللي تحت منه خاو كيدير شي 150 درهم تا هو جاج غلا والبار ديالو هذا 6 سنتيم 6 سنتيم اما كاين هذا بحال بحال ياك بحال بحال امور ما تشكل ديال الله جات الشكل ديال الله جات بحال الكاس بحال الشكل ديال الفاز على شي هي خاويه على مضرب الريتشي في داخل شي بلاي صغار جا طب من هنا لا بالماكينه كاينش من عادي هذا الثمن هذا 180 درهم خاوي هذاك الحداد هذا 150 درهم خاو شوجة الضوب شوجة ديالو الضوب لا نمشيو نشوفو المحل ها نكملو هنايا نذوب الحوت هنايا هذا كليكول صحاب لي باصانات الشريجات اللي كيسحاو به هذاك اللي كيدير 80 درهم اللي طايق بوا اللي طايق صغار كيدير 30 درهم هنا هذو اللي صغار كوي وكومنت صغار كوي وكومنت هذو شحال صغار؟ 25 هذو هنا الكبار لي بواسون روج فيها تشافي اللي هذو ديالو كيخشال عادي هذو الثمن ديالو وحده هذو 45 درهم 45 درهم هنا غير تحت هذو في كبار بحال هادي 50 درهم والصغار بحال هادي 25 درهم على حسب اللي طايح في الجمار هنا هي كبيرة 1000 كبيرة 50 درهم كوميت كوميت اللي بغات حاجة 15 درهم اللي بغات حاجة عندي السرعة نفس ما نفس ما هنا هنا خويا هاي صغيرة 25 درهم هنايا هادو كول 80 درهم كول هنا 80 درهم بقيت غادي تما لا كاين هنا لي زاكواريوم كاين هادي كاين هنا
هذه تاهي نبيع اللي بغا شي واحد شي حاجه بحال هكا. هذه 2 متر اه. هذه تقريبا الثمن ديالها شحال كتكون؟ تقريبا شي 2500 درهم. 2500 درهم كترجع لها شكل ديال البلازما. عاد كاين لي زاكواريوم هنا الصغار. هاد لاطاي الصغيره. هادو شحال دايرين؟ كومبلي معقولا اي خاو عمرو هذا خاو كيدير 80 درهم. خاو 80 اه صح. هادو تما بحال 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 طاي وحده وكاين اللي بغا هاد البوكال اللي الناس كيديروها دابا كديروا كادوات. هادي شحال الثمن ديالها؟ هادي كدرت شي 80 درهم. كاين هادو اللي هنا بحال هادو ارتيزانيش. هادي الله يجيب الموضوع. كتجي بحال الشكل ديال الصندوق ارتيزانال ديال العود من هنا من هنا عود ومن تما الزجاج. هذه شحال ديال؟ هذا 20 دولار. الطوب شوف او الشكل ديالو ارسلو فارك هذا كتحيي كاع العود تما من فوق كله بقى محلول ما كاينش طيح ولا شي حاجه خليه شوف المنظر ديالو كيجي زوين اخويا واه المنظر زوين. هادي شحال الثمن ديالها؟ هذا خاوي كيدير شي 350 درهم. كاين اللي مفتوح وكاين اللي بحال المتانتي. لا كرة بحال المتانتي وهذا هنا مفتوح. نفس الثمن بحال بحال. نفس الثمن. وراه السلوفار تحيد. هذا راه مين كامل الفوق. مين كامل تحيد كاين الكواري وعندك في الطي. وكيف ما قلنا اللي بغا شي حاجة ونادي خويا محمد خليناها. ومرحبا بالجميع. كاين حتى الفراخ تما مدريسين. نشوفوا هذاك. كاين هذا. هذا شحال كيبقى الثمن ديالو؟ هذا كيبقى بشي 500 درهم. ولكن بيان دريسين. باقي عند الغوبال عند تلقى معاك في الدار يبقى يلعب معاك. يرجع عندك. ممكن تكون في الصوت ولا شي حاجة. اللهم يسر خويا محمد. الله يحفظك.